في سنة 2021 غزت كائنات فضائية الأرض اللي كلنا حسنا بيهم، وفي سنة 2022 مشيت وسابت الأرض، لكنها سابت وراها جنود وأسلحة باقية على الكوكب، علشان في عام 2023 تتعمل قاعدة اسمها USDF، ودي مهمتها تدمير كل الكائنات اللي باقية على الكوكب. بيبتدي فيلمنا لما العم سافينو والولد روجر بيوثقوا اللي بيحصل على حدود أفغانستان وباكستان، لما بيوصل الجيش في طيارة وبينزلوا وبيركبوا مدرعة وبيكونوا رايحين للمعسكر 37، وبيضرب عليهم نار في الطريق، علشان كده بيطلع واحد وبيرد الضرب، وبالرغم من كل اللي حصل لكن لسه البشر بتضرب في بعضها. بينزلوا الجنود علشان يمشوا الباقي، وبتكمل المدرعة للمعسكر الرئيسي لحد ما بيوصلوا وبيلاقوا المكان طالع منه دخان وبيكون فيه ضرب، فبيبدأوا يقتحموا، ولما بيدخلوا بيطلع واحد من الجنود كان بيتدرب، وبتطلع باقي الجنود وواحد منهم خد يا عم الكاميرا يا عم، بيثبتوهم، وبيطلع كل ده مقلب في الاخر. بيدخلوا جوه وبيرصوا حاجاتهم، وبنعرف ان المنطقة اللي هم فيها اخطر منطقة على كوكبنا، لان فيها اكبر عدد من الفضائيين وكمان فيها مسلحين تانيين، علشان كده بيدي القائد لجزء الصحفيين مسدسات وبيقول لهم اي حاجة تحصل اتعاملوا. وكمان بنعرف ان جماعة الـ USDF طوروا اقمار صناعية بتمنع اي غزو فضائي تاني، لحد ما بيكونوا قاعدين في امان الله بيحصل هجوم وضرب نار عليهم، وبيحصل ضرب نار بينهم وبين مسلحين، بينتهي لما بتوصل طيارات بتقتل بعض المسلحين وبيهرب الباقي، وكمان واحد من الجنود بيتصاب فبيبعتوه علشان يتعالج في مستشفى، وبيجيلهم واحد غريب وبيبان انه الماني عجلة وبيكون الجند البديل، وكمان بيوصل لهم سليم، وسليم ده مخبر ومترجم باكستاني ليهم، بيقول لهم ان الاهالي عاملين تمرد عليكم بسبب انهم لقوا معزهم اتقتلت وبيتهموكم، فبيروح معاه جنود علشان يهدوا الاجواء هناك. بيوصلوا للمكان وبيجي عليهم ولد صغير وبيفجر نفسه، فبيعرف الجنود ان سليم جابهم لكمين من غير ما يعرف، وبيكون السبب المرة دي الفضائيين. بيبتدي بينهم ضرب النار، وبيظهر فضائي واحد ما بيتأثرش بضرب النار، علشان كده بيتراجعوا وبيهربوا، ولما بيرجعوا بيعرفوا ان واحد منهم الجندي نورث ناقص، بيرجعوا تاني يشوفوه، بيلاقوا خوستو ولكن ما بيلاقوهوش. في المعسكر بيفرغوا الفيديو اللي كان في الخوذة، وبيظهر والفضائي بيهجم على نورث، بيسيبهم القائد وبيروح المعسكر الرئيسي علشان يحقق في اللي حصل، وبيبلغهم ان محدش يخرج برا المعسكر مهما حصل. ففي تاني يوم بتوصل فرقة تانية تحقق في اختفاء الجندي نورث، وبتظهر طيارة بدون طيار بتبين فيديو لسليم وهو بيطردوا كائن فضائي، علشان كده بيجهزوا الجنود نفسهم بيطلعوا علشان ينقذوه، بيضربوا عليه نار وبتنتهي بإصابته، فبيربطوه وبيرجعوه للمعسكر، ولما بيرجع القائد بيزعق لهم علشان عصوا الأوامر وخرجوا، وبيقتل الكائن الفضائي، وبسبب اللي عملته الجنود مع سليم بيبدأ يدور على نورث بنفسه، وبيعرفهم انه هيرجع بأخبار، ولما بيجي الليل بيشوفوا سليم راجع لكنه بيظهر بشكل غريب، فبيفتشوه وما بيطلعش معاه حاجة، ولما فرانك بيكلمه بيطلع مسدس وبيقتله، علشان كده بيقتلوا سليم على طول، وبيشرحوه علشان يعرفوا ايه اللي حصل، وبيظهر حاجة غريبة في ظهره هنرجع لها بعدين. لما بيفتشوا شنطته بيلاقوا في قرية عندها معلومات عن اختفاء نورث، فبيوصلوا للقرية وبيلاقوا نورث عايش لكنه في حالة شلل وفاقد لوعيه، بياخدوه وبيحاولوا يعالجوه، بيظهر وكأنه محبوس جوه حاجة منعاه انه يتكلم او يفوق، علشان كده بيقدر واحد منهم ياخد معلومة منه عن طريق الاشارة، وبعدها بيقوم نورث وبيهجم عليهم، فبيضربوه بالنار وبيموتوه. بيجي لهم اشارة بان فضائيين وسكان محليين جايين للمعسكر، فبيتصل القائد بالجنرال اللي بيديله اوامر بانهم يرجعوا للمعسكر الرئيسي. ويليكس بيطلع قطعة غريبة من رقبة نورث كانت في نفس المكان عند سليم، واندروس بيجهز المعسكر علشان يتفجر، وبيبتدي ضرب النار عليهم، علشان كده بيجهزوا مدرعتهم علشان يمشوا، وفي بعض الجنود بيضربوا على الفضائيين لحد ما بيدخل عليهم المسلحين، فبيضطر الباقي يركب المدرعة ويهربوا، وهم في المدرعة بيتضرب على بريك نار وبيموت، فبيقفوا يدفنوه، وبدل ما بيرجعوا للقاعدة ويسمعوا كلام قائدهم الأكبر بيقرروا يحققوا في اللي حصل ويعرفوا السبب اللي يخلي الناس تنضم للفضائيين، وهي مغيبة. بيجي عليهم الصبح وبيلاقوا برج غريب بيظهر قدامهم وبيتضرب عليهم نار، وكمان المدرعة بتعطل، فبينزلوا وبيبدأوا في ضرب النار على المسلحين والفضائيين، والطيارات بتكون بتساعدهم
يساعدهم، بيدخل مجموعة للبرج علشان يكتشفوه وكمان يفجروه. بيلاقوا جوه جنود واهالي كانت مختفية نايمين، وفي ظهرهم الآلة اللي كانت عند نورث وسليم، لكنهم بيصحوا وبيهجموا عليهم. علشان كده بيفجروا الأوضة اللي هم فيها، وبيظهر فضائيين بيضربوا عليهم. ووقت ما بيروح اندورس على البرج علشان يفجروا، ايده بتتقطع، فبيجي جندي تاني علشان يكمل مكانه المفجر. بيشتغل البرج وبيطلع شعاع للسماء. كل ده وفي بره حرب تانية بين الجنود والفضائيين والمسلحين، وبيقدروا يصلحوا المدرعة، والقائد بيقتل فضائي جوه، وبيخرج القائد مع الجنود اللي عايشين. فبيفجر واحد من الصحفيين اللي اتصابوا البرج، لكن الشعاع بيفضل موجود، وبينجحوا في الهروب من المكان. وبيبان ان الناس فائت ورجعت لوعيها، لكنهم بيقفوا لما حاجة بتقع من السماء، وبيظهر جواها معدات فضائيين. وبيبصوا فوق بيلاقوا الاف من الحاجات دي بتقع على الارض علشان يستعدوا للموجة التانية. والحد هنا بيكون انتهى فيلمنا. بتمنى انه يعجبكم، وما تنسوش تعملونا لايك وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد وجديد. ولو انت على الفيسبوك ما تنساش تعمل لنا فولو. دمتم في امان وسلام. سلام.